لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجا والتجا إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رحل القطين، رحل القطين فأصبح ذا وحشة، ولكم بها قد رفت الأعلام. سألتها والقلب جاش بكامن، والعين تبكي والدموع سجام. أين الأولى عمروك في جنح الدجى، والليل ساج والأنام نيام. أين الذين بنوا علاك فأصبحت لهم على غام السماك خيام؟ أين الحسين؟ أين الحسين؟ ورخته وبناته، أين الأمات الغر والحكام؟ فأجابت الدار التي سألتها وكأنما الصمت الحزين كلام. رحلوا رحلوا وما أبقوا سوى متحسر، عيناه من وجد الفراق غمام، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القيل نيرانا. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزلن طريق الطيف ريحانا. منى
المنازل كانت نيرات بأخلغا فأضحت علي غبرة وقتام وياي ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام بعد يا غائبا عن أهلي أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهلي عدل لا فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا يمتى يجي المنذوب ويصيح البشارة يا للمدينة زين الأحسان دارة نذر علي العطية الطارش بشارة وانشر بيارك في المدينة شمال ويمين لا تغمضي يا عين بعد فراق الأحباب هذا لسان حال منه ما عليه يقول العائلة وترت حقيقة هذه العائلة الطيبة المؤمنة وترت يعني حال لسان ترى مو الأم ولا هاي اللي موجودين بالمستشفى لا هل اللي قاصدينها اللي قاصدين هذيك الليلة يزورونها خدمة لا تغمضي يا عين بعد فراق الأحباب يمتى تجون يا الذي في السفر غياب أما التجي أحسن والله تبعث كتاب تخبر عن اللي صار برض الغاذريه وأحسن اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل يمغيب عن عيلتي ايش تحت الترايب قاعد اشوف راس ابو الحسنين شايب بعدك يا زهراء
علت علي المصايب فرقة وشماتة وعيلتك في الدار يبكون ويلي لو قمت باس الليل حسن صيح لي حسين وفرت وراي تاتفر فخر النساوي والصيح والدي تلبتولا يا علي وي تخلي الكل محزون اي نوحت البنية غير انت حين خل واحد يوديك صوب البيت اللي فيه فاتحة هالبنية وروح شوف واش مسوي امها وخواتها شابتها جاي على الدنيا وميتة في حادث شوف عدهم روهان يا حسين وين الله تخلينا بحجر غا راحت ولا ردات ولا نذرش خبر غا يا متي قلبنا ولعبنا على صدر غا يا ما على الذرعان شالتنا والمتون ويلي انا سألت مولى علي قال لنا الله يرحمها ما تزوجت الله يرحمها ايه بعد حزني وخفي عن ايتام يا بنت المصطفى جئت ولزيارتش بالليل يا الزغرة تعنيت يلا عاد بعدك يا مظلومة علينا استوحش البيت وكل ما يذكرونك أولادك ما يناموا وويلي شوف عزازتها عند أمير المؤمنين شوف وش يقول أمير المؤمنين لها يقول ما ظن يا زهر عيش في الدنيا بليات بسلم باروح لا تقعد يتامات لو لها عيالي يا بيتت للصبح وياك لكن اخاف حسين يتوعى ويقعدون ما حاتون من الحسن قال لا قال قم يا علي انتبه الحسين قال رذ الحجر توحسين متخاصر بباب الدار
ومن شاف صرخ يا 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 ما شلتون هالمسمار المسمار يا كرار يتمنا وبعدنا صغار وما بقدر اشوف الباب يا حامل حمشيلة نوح عاد في هالبيت اجى الزينب ويم حسين وكفلت الشمل عبرا وصاحت يا علي يا خلنا الفارق الحجرة المسمار ويا الباب سبت موتة الزهرة وحيدر حاضن أولاده وفضة صيح مدهولة إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشام بكته الأنبياء وليس بدعا بأن تبكي الكرام على الكرام